وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن الصحفي شجاع حسام بحيبحة. أهلا بك معنا سيد بحيبحة في هذه النشرة. بداية سيد بحيبحة، قبائل مأرب وحزب الإصلاح توترات قائمة في معقل الإخوان في مأرب، الأسباب برأيك وكذلك التداعيات من وجهة نظرك؟ طبعا أمسي عليكم بالخير وعلى مشاهدين قناة الغد المشرق. طبعا الأحداث التي شهدتها مأرب مؤخرا بين قبائل عبيدة الذي قبائل الفجيح وقوات الإخوان في مأرب هو يأتي على خلفية استحداث قوات الإخوان في مأرب لمواقع عسكرية ونقاط بالقرب من منازل الفجيح في القرب من مفرق حريب صافر. هذا الاستحداث أثار يعني في منطقة لم يكن فيها أي نزاع أو ما إلى ذلك، فالقبائل شعروا أن هناك نوع من الاستهداف بالقرب، لأن الجماعة أحضروا مواقعهم إلى قرب من منازلهم، فذهب إليهم الشيخ مبارك بن عقار من أجل أن يتفاهم معهم، فقاموا بقتله بدم بارد. بعد ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بعد مقتل الشيخ مبارك بن عقار، خلفت على أثرها أيضا 9 قتلى من أبناء الفجيح وعدد من الأمن، ما تسمى قوات الأمن التابعة للإخوان. الجدير بالذكر أن قوات الإخوان استخدمت في تلك المعركة في ذاك المساء استخدمت كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفية والثقيلة، حتى أنها استخدمت الأسلحة التي قدمها لها التحالف العربي من أجل التقدم نحو صنعاء، واستخدمتها في مواجهة أبناء قبائل مأرب. طيب سيد بحبح، في نفس السياق، لماذا يسعى تنظيم الإخوان إلى إضعاف قبائل مأرب ويعني التصفية خاصة لبعض شيوخها، حسب ما ذكرت؟ هل هي سياسة الحزب أم هي مصالح وقتية في مرحلة ما؟ أنا أعتقد أنها سياسة الحزب. طبعا تفكير الجماعة، تفكير جماعة الإخوان في التي تحكم مأرب هو نفس تفكير جماعة الحوثي التي تحكم صنعاء. الجماعة في مأرب عمدوا إلى إضعاف القبائل المؤثرة داخل مأرب. لو نلاحظ أنهم استنزفوا قبيلة بحجم قبيلة مراد، استنزفوها في مختلف الجبهات لفترات طويلة، وبعد ذلك تماهوا مع جماعة الحوثي وطعنوا قبائل مراد في الظهر، واستطاع بهذه الطعنة استطاعت ميليشيا الحوثي الدخول إلى مناطق قبائل مراد التي كانت عصية على جماعة الحوثي لسنوات طويلة، وبتسليم الإخوان لحريب وبيحان وتلك المواقع استطاع الميليشيا الحوثي أن تتقدم باتجاه قبائل مراد. هم بعد أن استنزفوا قبائل مراد الآن يعمدوا إلى تفتيت قبيلة عبيدة، بتغذية الصراعات الداخلية بسياسة فرق تسد، وإضافة إلى ذلك لأنك لا تعرف أن قبيلة عبيدة هي تقع بمنطقة الثروة في مأرب وهي منطقة صابر، فالجماعة الإخوان تهمهم، كل ما يهمهم هو أن تبقى إيرادات مأرب وأن تبقى ثروات مأرب بأيديهم، لأنهم يعتبروا مأرب الآن هي الكنز الثمين الذي وجدته الجماعة، وهذه الإيرادات تنقل الجماعة نقلة نوعية في لبناء ذات الجماعة. الإخوان استخدموا إيرادات مأرب لبناء الجماعة وليس لبناء مأرب. مأرب لمعلوماتكم ليس لها من إيرادات مأرب وليس لها من ثروات مأرب إلا الاسم. الجماعة هم يروا أنه في توحد قبائل أبناء مأرب يشكل
تهديد لهم في حال طالبوا بثروتهم وحكم محافظتهم. فلذلك الجماعة يستهدفوا الآن كبيرة عبيده من أجل إضعافها. هذه هي سياسة ممنهجة تتخذها الجماعة من أجل إضعاف القبيلة في مأرب، من أجل أن تبقى هي المسيطرة على مقدرات المأرب. الآن الأصوات بدأت تتعالى من المطالبة من أبناء مأرب المطالبة. طيب سيد بحيبي، سنعود على هذه النقطة، مسألة الأصوات سنعود إليها لاحقا. طيب في ظل ما ذكرته، إلى أي حد ما يحدث في محافظة مأرب وبالتحديد من ممارسات الإخوان من فصل محافظة مأرب عن البنك المركزي في عدن وكذلك العبث بموارد المحافظة لصالح حزبهم وكذلك السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية لضرب كل من يعارضها، ألا يصب في مصلحة ميليشيات الحوثي بشكل أو بآخر؟ نعم نعم نعم، هذا سلوك جماعة الإخوان طوال التسع سنوات الماضية في إدارة المؤسسات في مأرب وفي أخوانة أجهزة الدولة وفي الاستحواذ والسيطرة وتعاملها بانتهازية مع شركائها في الدفاع عن مأرب، هذا هو أثر سلبا على 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 سير المعركة وخدم جماعة الحوثي خدمة كبيرة. الجماعة استحوذت على إيرادات مأرب، استحوذت على كل المؤسسات، أخونت كل الأجهزة، أقصت أبناء مأرب. لو تذكروا أن أبناء مأرب طالبوا قبل فترة لمجرد أنهم طالبوا وعملوا وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير مدير الأمن آنذاك الذي هو المداني، قاموا الجماعة باستهداف الوقفة السلمية لأنهم يروا في مطالبة أبناء مأرب لحكم محافظتهم، يروا في ذلك أنه سيؤثر على حلم الجماعة في بناء دولتها التي ترى أن مأرب بإمكانيات مأرب الكبيرة في ثرواتها ترى أنها فرصة سانحة لأن تبني الجماعة نفسها من ذلك. الجماعة استحوذت على إيرادات مأرب وتقدمها تصريفها ليس لمأرب منها شيء، تصرف إيرادات مأرب للجماعة ولمسؤولين ونافذين مع الجماعة ويقوموا باستثمارها، ربما استثمارات في الخارج لصالح الجماعة واستثمارات داخلية لبناء دولتهم. طبعا الجماعة هم معركتهم الآن نرى أنها لم تعد مع الحوثي وإنما مع من يقاتل الحوثي، هم يريدوا أن يحرروا المحرر، أما ما هو مع الحوثي لا يرى ذلك. هذا التخادم بينهم وبين ميليشيا الحوثي وصل إلى أعلى مستوياته. سلوكهم الآن، سلوكهم في استهداف القبيلة في مأرب، سلوكهم في إثارة حفيظة أبناء القبائل، سلوكهم وممارساتهم الممنهجة في استهداف قبائل مأرب، هذا يخدم الحوثي ويضعف اللحمة الداخلية. طالما هم تحدثوا وطالما هم يزايدوا أنهم مع وحدة الصف، لكن أفعالهم على أرض الواقع تثبت أنهم تخدم الحوثي، يشقوا الصف. الآن هم يشقوا الصف بهذه الممارسات التي تضعف اللحمة الداخلية. الجماعة للأسف الشديد أصبحوا يتعاملوا بكل انتهازية في مأرب، حتى مع من كانوا شركاء معهم إلى أمس، حتى الذين قدموا لهم خدمات أصبحوا يستغنوا عنهم ويستهدفوهم. هذه الجماعة أثبتت انتهازيتها، وأبناء مأرب سيأتي يوما من الأيام وهم الآن يطالبوا، وكل يوم تتصاعد الأصوات من أبناء طيب مأرب. في هذه النقطة التي أثرتها سيد بحيبح بالنسبة للأصوات المعارضة للإخوان، هل تتوقعون انتفاضة شعبية ضد هذا الحزب الإخواني المتطرف وما يفعلونه من عبث بمقدرات محافظتهم مأرب؟ نعم، الأصوات المعارضة للجماعة بدأت تتنامى يوما بعد يوم. هم فقدوا، أنا بقول لك أنهم فقدوا بالنسبة لحاضنتهم ما كانت في أبناء قبائل مأرب التي كانت في بداية المعركة كانت مقترة
بهذه الجماعة الذين كانوا محسوبين على حزب الإصلاح، لكن السياسة الممنهجة التي استخدمتها الجماعة كشفت كل أوراقها وأثبتت حتى لمن كانوا يخدموها ويقدمون الخدمات أنها لا يمكن أن تقبل بهم وأنها جماعة إقصائية. أنا أقول لك الأصوات في مأرب تتعالى يوما بعد يوم، لكن أنت تعرف أن الجماعة الآن هم يعتمدوا على حاضنتهم الشعبية التي هي النازحون الذين هم أتوا من خارج مأرب والذين هم يشكلوا عمقهم. الجماعة يعتمدوا على أتباعهم أو الحاضنة التي توجد لهم في مدينة مأرب. مدينة مأرب هؤلاء هم نازحين أتوا من مختلف محافظات الشمال، وأكثر وهذه هؤلاء يعتمدوا على هذه الحاضنة لأن أكثرهم ينتموا إلى الجماعة. طبعا إخوان، لمعلوماتكم، إخوان مأرب، حتى إخوان مأرب أو إصلاحيون مأرب هم مقصيون الآن، والآن أصواتهم حتى يطالبوا، هم الآن يحسوا أنهم مقصيون ويطالبوا باستعادة، بعضهم يطالب الآن باستعادة قرارهم، لأن من يحكم مأرب ومن يسيطر على مواردها للأسف الشديد هذا بالتماهي مع محافظة المحافظة هم إخوان هضبة شمال الشمال. إخوان هضبة شمال الشمال هم الذين يسيطروا مأرب وهم المسيطرون على أهم المؤسسات وهم المسيطرون على مركز القرار. حتى الإخوان الذين هم من مأرب أصبحوا الآن مقصيون من 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 قبل إخوان هضبة شمال الشمال. هؤلاء الذين أتوا، أنتم تعرفوا أن هناك عدد كبير من النازحين، لذلك هم يعولوا على حاضنتهم هذه. أما حاضنتهم في التي كانوا يعتمدوا عليها في أبناء قبائل المأرب فهي سيأتي، أنا أعتقد أن الأصوات تتعالى وسيأتي يوم من الأيام، ونأتمنى أن يكون هذا اليوم قريب للتخلص من هذه الجماعة التي للأسف الشديد انتهازيتها وكلف مأرب وأبنائها الكثير. طيب أخيرا سيد بحيبح، كيف يمكن نجاح هذه الانتفاضة في حال ان تمت بشكل كبير في ظل ما يمتلكه هذا الحزب من معدات عسكرية ويعني قوات ممكن ان تقمع كل من يعارضها؟ نعم نعم، هنالك فارق كبير في الإمكانيات. الجماعة تملك إمكانيات عسكرية وتستخدم موارد مأرب الكبيرة لبناء نفسها وبناء قدراتها، وحتى هم أعتقد أنهم لم يستهلكوا كل قوتهم التي قدمها لهم التحالف العربي والتي حصلوا عليها طوال 9 سنوات، لم يستهلكوها في المعركة مع جماعة الحوثي. هم يعدوا لمعركتهم الحقيقية والتي هي مع خصومهم في المناطق المحررة، هم يعدوا لذلك. بس أنا أعتقد أن حتى قوتهم ليست بتلك الصورة التي نتصورها، هم فقط كانوا يعتمدوا على أبناء القبائل. الاشتباكات الأخيرة التي حدثت بينهم وبين أبناء قبيلة آل فجيح أثبتت هشاشة هذه القوات. خلال ساعات وجيزة استطاعوا أبناء القبائل السيطرة على مواقع مهمة كانت تتمركز فيها قوات الإخوان، لولا أنهم سارعوا بطلب المساعدة بأن تدخل وساطة قبلية لإيقاف هذه الحرب، لأنهم كانوا في الاشتباكات الأخيرة في موقف ضعف. قوتهم ليست بتلك التي نتصورها، هم فقط أن الوقائع والأحداث أثبتت أن قوات أن دولة الإخوان في مأرب هي مجرد في الإعلام، أما على أرض الواقع لا وجود لها. أنا أشكرك سيد شاجع هصام بحيبحة الصحفي، كنت معنا مباشرة من عبدن على كل هذه الإيضاحات.